يعني إذا ما كان بالفعل من وراء هذه الحادثة أطراف لا تريد الحرب مع الجانب الأوكراني، ما هي الرسالة التي يراد إيصالها من خلال يعني المساعي التي كانت لاغتيال دوغن نفسه وليس ابنته؟ ليس واضح. يعني دعني أقول بأن دوغن، مع أنه هو يعني هناك حديث في الإعلام بأنه قريب من رئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن القرار ليس في يده. يعني القرار بما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويخص حتى الملف الأوكراني، نعم بكل تأكيد هو يؤثر في بعض القرارات السياسية، هو لديه تأثير، هو لديه فكر معين يحاول نشره في الداخل الروسي وفي بما يخص السياسة الخارجية الروسية، ولكن ألكسندر دوغن وكما ابنته ليس لديهم أي قرار بما يخص العملية العسكرية الروسية. هم ليسوا يعني سياسيين روس أو شخصيات سياسية لها القرار بما يخص العملية العسكرية الروسية، أو شخصيات هي التي تقرر يعني في السياسة الخارجية أيضا. فمن الواضح بأن هذا الاستهداف كان أعتقد بأن نوع من الرسالة، أو يمكن أن يكون كما كان في التسعينات. يعني في التسعينات في روسيا كان هناك اغتيالات كثيرة، وهناك شخصيات كانت متورطة، وكانت هناك أيضا شخصيات من المافيوز والمافيا الداخلية الروسية هي التي كانت تقف خلف هذه الاغتيالات. طيب لكن سيد براجع مرة أخرى، بالنسبة إذا يعني الآن المتهم الأول أو بحسب ما نفهمه من بيان وزارة الخارجية الروسية، أنه في حال ثبوت تورط الجانب الأوكراني في اغتيال دوغينا، فسيكون ذلك شكلا من أشكال إرهاب الدولة الذي تتبناه كييف بحسب تصريحات وزارة الخارجية الروسية. لكن السؤال هنا، في حال ثبوت بأن الطرف الأوكراني وراء هذا الانفجار أو هذا الاستهداف لابنة الفيلسوف دوغن، ألا يعد ذلك خرقا أمنيا لروسيا، وبالتالي الحادثة وقعت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو؟ كما قلت، ليس من الواضح ما هو موقف الآن الحكومة الروسية. حتى الآن لم يكون هناك أي أدلة بما يخص الاغتيال. من الواضح بأن هناك لجنة سوف تقرر يعني من هو يقف حيال الاغتيال. أما بما يخص الرد الروسي، فكما قلت حتى الآن من الواضح بأن يعني إذا ما استنتج بأن الطرف الأوكراني يقف خلف الاغتيال، فيعني سوف يكون هناك نوع من الرد العسكري لروسيا في أوكرانيا.